اليسار، خالد ياخذ كرة، يا سلام يا مهارة لأن تتواجد في دور الثمانية. يعني على سبيل المثال نتكلم يعني خروج لا شك التعاون، الفريق المقطوعة حول خالد أو مركز سابع في الدوري هنا 20 نقطة. خالد ياخذ كرة، يا سلام يا خالد، حاول يمر مر لعب لرابي الطير، كرة ملعوبة للأمام، خالد يوقف على الكرة ينتظر أي مساوي الفيحة الفرق الموجودة، وبالتالي الحذر الحذر مع خالد، هو الكرة فيها مامادو صورو يحاول يمر، زكريا سامي يلعب لخالد، يا سلام يا خالد يا سلام يا خالد، هو اللاعب اللي يعطيك حلول ويحاول يمر من الاول والثاني وخطيره جدا، وكره فيها تقدم، الكره بالراس يا محمد، هو عيني يا خالد غزلاوي، هو التونسي الرائع جدا، هو اللاعب اللي يعطي فروقات في يعني وسط الملعب، حاول يمر ومر مر مر من الثاني والاول وبالتالي حاول يلعب كره عرضيه لمحمد رواف، هذا هو التمويه، هذا اللعبه لمصعد خالد غزلاوي، مر من الاول والثاني والثالث، وهي كره عدت الخط وصلت لمحمد على الثالث يخلص المباراه، لكن هنا لاعب حقيقه لاعب خشب نفسه كلاعب مهم، خالد غزلاوي يلعبها على اليمين يرفعها للامام، نوصل مصعد بين الاسلحتين، خالد ياخذ كره، خالد يحاول يمر ويعدي، ولكن هنا يلعب الكره للامام بعد العامل مجال التحكيم، وهي اخر مباراه لهذا الحكم في الدور الكاس، كره ملعوبه مره ثانيه، خالد يحاول يمر هذا الأداء في هذه المباراة الصعبة، كرة على الجال يسار، غرسلاوي غرسلاوي راح، غرسلاوي انطلق وتغطية دفاعية في كل الجولات عزيزي، كرة على الجال يمنى، محاولة غرسلاني، خالد عين عليك باردة، الله يا خالد، الله الله، غرسلاوي راح، غرسلاوي بلاعب، فرصة من الفريقين، فرصة الآن وحاول لمصلحة الشعلة خطيرة. كرة اللعب، خالد يحاول مرور، يمر لعلي الحقوي،
لخالد محاولة خطيرة لعالية تعدي من الجميع مرور خالد يحاول التخلص يعرضها في مكان هذه محاولة عند عبد الله الطفيل مهاري ومميز عن ألعاب وممكن ممكن يسجل عبد الله شوف المرور ما شاء الله جوز عثمان ديابيتي لاعب النيجر والمواليد من مواليد مالي هو ودولي في منتخب النيجر خالد صلاح